أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي اليوم خلال إشرافه على انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ببلدية المحمدية بالعاصمة على توفير كافة الشروط لتحصيل أكبر مشاركة في انتخابات المجالس الولائية والبلدية المقررة في 27 من شهر نوفمبر القادم. المزيد في ميكروفون أمينة بن نبي. هذا هي احنا نوفر الشروط وكي نوفر الشروط معناتها رانا نأمل باش تكون المشاركة أقصى ما يمكن، ولكن ذلك مربوط بدرجة الوعي الديمقراطي لدى المواطن. درجة الوعي الديمقراطي احنا نسعى باش ننميها، ولكن يبقى القرار الأخير في يد المواطن. الأمل نتاعنا إن شاء الله رانا وفرنا لهم كل الشروط، دوك بقى الشيء الآخر على المواطن هو اللي يدي المفتاح. كما شدد محمد شرفي على محاربة الغش وإبعاد المال الفاسد عن العملية الانتخابية وتحقيق المصداقية والشفافية والمساواة بين كل المتدخلين سواء المترشحين أو المصوتين. نسعى باش نوفر كل الشروط للسماح للمواطن باش يمارس الحق نتاعو. نسعى باش نوفر كل الشروط لمحاربة الغش، والحمد لله المحاولات اللي وقعت الان كل مواطنين متاكدين باللي الدوله ما عادش عندها ضلع في 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 الغش اللي وقع. يعني هو غش صدر عن اناس افراد راهم تحت قبضه العداله، راهم في قبضه العداله والجزاء يكون عن العداله. احنا نوفر نحارب الغش، نبعد المال الفاسد، نثبت الشفافيه، والباقي على المواطن أن يدرك بأن من مصلحته أن يشارك في الانتخابات حتى لا يلوم إلا نفسه لو خرج أناس لم يكن من المنتظر لديه.